السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدي يوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد من محافظة الشرقية وتحديدا من شارع البسطة بمدينة الزقازيق العاصمة الشرقوية. معنا لايف مع العم إبراهيم الرماح، ربنا يديله الصحة يا رب، 62 عام، هو مشهور هنا في مدينة الزقازيق بعم برهومة، ويمكن هو الوحيد اللي مازال يعني بيصلح الكور اللي بتتعرض بقى للتلف او للقطع اثناء اللعب بيها. يمكن هنقرب من عم برهومه ونعرف منه تفاصيل اكتر. عم برهومه بنرحب بحضرتك على اليوم السابع وكل سنه وحضرتك طيب. ممكن نمسكوا معلش عشان احنا هنضغط من حضرتك ثاني. اهلا وسهلا يا فندم، اسمه ابراهيم فوز الرماح. ربنا يديك الصحه، كام سنه؟ 62. شراوي عم برهومه؟ انا اصلا صعيدي. بعتز ابن كل صعيد يعني. ولاد عم يعني شراقوة. على راسنا. بقى حضرتك قد ايه هنا في الشرقية؟ انا هنا مواليد هنا. بس الاصول صعيدي. المجال ده احترفت بقى حضرتك من امتى ودخلت وكان عندك كام سنة و100 يعني كان يعني احترفت فيها قوي يعني دي وانا يعني فوق ال 20 سنة. فوق ال 20 سنة. مين علمك حضرتك؟ والله هي تعليم ديت هي جت كده يعني من عند ربنا. كان في واحد قاعد هنا الله يقدس روحه عم جورج، وكان بيشتغل في مهنه الكور، وكان معاه اخويا الكبير الله يرحمه برضه، هي اساسه كان اول واحد صنع كوره فيك في مصر. كان بياخد الجلد، كان بيقلب الجزم الميري زي بتاع زمان دي، كان بيقلبها ملكي، وكان بياخد الزيادات بتاعتها الجلد بتاعها يفصله، كان عامل استنباط كان بيفصل. فاخدتها انا بيني وبينك، انا حبيت الشغلانه دي. بالك وقت قد ايه يا عم؟ بقالي بتاع حوالي دلوقتي داخل في 42 سنه. 42 سنه. يومك بيبدا الساعه كام؟ من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 8 بالليل. 8 مساء. ومين هنا؟ تمام. ربنا يديك الصحه. ممكن تصلح كام كوره في اليوم؟ والله ده حسب الرزق بتاع ربنا. ربنا يوسع على حضرتك يا رب ان شاء الله. حسب الرزق بتاع ربنا. كل كوره يعني ليها وضع مختلف ولها وضعيتها مختلفه؟ كل كرة ولها وضع مختلف عن أي كرة تانية. يعني في كرة المكاسة دي لها خيط معين، في اللي هي كرة الخياطة باكستاني لها خيط معين، لأن دي خياطة ودي أصلا مش خياطة، دي تيوبلس، فبيبقى لها خيط برضه عشان ما تبقاش مبوزة ولا حاجة، بتبقى لها خيط من كل أنحاء محافظة الشرقية وأضواحها والفيوم. من أيوة يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بيك. زوجي كان قلت لي عند حضرتك اسمه استاذ محمد علي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. في كورتين مشهور، انا اول ما سالت قالوا لي انت محمد. في كورتين هنا هم دول بتوع المطوعه. ولا حاجه بقى بتصلحها على طول؟ هتعمل ايه؟ خليني السابع بنعمل ايه؟ اتفضلي. بتصلحي مع عم بقالك قد ايه؟ لا هو زوجي اللي بيجي دايما يصلح هنا، بقاله فتره يعني متعامل معايا بقاله سنين يعني. تمام يعني؟ كور الاولاد كان بنرميها، لكن هو بيرجعها ما شاء الله عليه يعني. يعني اللي معاه كوره دلوقتي؟ لا ما يرميهاش، دي غاليه 450 تقريبا او 500 حاجه زي كده. فهو التصليح مكسب. ما اعرفش. بعد كده لا زوجي لما عرف بقى بقينا نيجي هنا، حتى انا بقول له طب انا مش هعرفه، فقال لي لا انت قولي بس استاذ برهومه والناس كلها هتقول عليه. ماشي، متشكر. الله ربنا يبارك لك. شكرا، تشرفت بحضرتك. اتفضل. ماشي يا فندم، ادي واحده اهي وادي الثانيه. قد ايه كده؟ كده اتفضل. دي كانت مخرمه مخرومه. اكتر من مكان؟ لا يعني هو ممكن تكون مكان واثنين ثلاثه، بس هي طالما دخلت على الجهاز بتتلحم كلها. فما بنفتحهاش. يعني الفتح دوت ممكن لما تكون الكره مقطوعه نقدر نفتحها. كده منفوخه كويس يعني كده الضغط الطبيعي؟ الطبيعي بتاعها طبعا. خلاص والله. الباقي بقى بس مش عشان انت بتصور يعني. خد 20 جنيه يا رب. سلام عليكم. سلام عليكم يا دكتور. سلام عليكم. اتفضل يا دكتور. انا طبعا دكتور. ما شاء الله عليك حضرتك، يعني هنا في الشارع معروف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. تعمل لنا بقى تجربه كده يا عم برهومه؟ ده عين الاثنين. اتفضل. يعني ما شاء الله، يعني الجميع هنا في شارع البسطه عارفين عمي برهومه.
هتورينا بقى حضرتك تجربه كده للمتابعين معانا في اليوم السابع. كفر بتركب لها كفر داخلي، دي مقطوعه. دي مقطوعه؟ هتركب لها الاول كفر داخلي. ممكن نخيطها هنا قدامنا عشان بس المتابعين يشوفوا. يعني عمبر هما اللي بيشوفنا دلوقتي من الشرقيه وعنده كوره مخرومه او حاجه ما يرميهاش. ولا مقطوعه. ولا مقطوعه. يعني ممكن تكلفتها تبقى كام من حسب اللي فيه. يعني حد ادنى مثلا رينج بتاع الكفر النهارده يعني لما تكون الكوره مشبوعه زي كده. ايوه. تمام. دي بتركب لها كفر داخلي وتصلح تمام 24 قرب ترجع تاني زي ما كانت. تمام. دي بتتكلم 60. 60 جنيه رغم ان هي جديده ب 450. هي جديده ب 450 جنيه. زي كده مثلا. تمام. دي برضه بترجع تاني زي ما كانت بتتخيط من جوه تتنسج. تمام. وبترجع تاني زي ما كانت. بترجعها زي ما هي. زي ما كانت. طب ممكن نوري المتابعين معانا تجربه كده بس نجيب الكره. الله يخليك نجيب الكره قدامنا هنا بس عشان بس تشوف. حضرتك قلت لي كل كره يعني بيكون لها خيط معين، طريقه خياطه معينه بتختلف. كل حاجة وليها حاجة بسبب ان هي يعني ما تعلاش ما تديش منسوب اعلى من منسوبها، لان لو خدت اكتر من منسوبها انتهت يعني مالهاش لازمة. ايوه بتجرب طبعا الاول الكورة قبل ما بتديها للزبون كده. تمام. لو مثلا لقاها مريحة او حاجة بيرجعها لحضرتك تاني. اقول له لا ليه يعني؟ ما دام عيب من عندي انا ما اقدرش بقول له لا. تمام. طالما حاجة في ايدي انا واللي بتاع عملت من ايدي طلعت مش مظبوطة لازم انا ارضها. دي امانة طبعا. طبعا امال ايه؟ وبعدين سمعة الوقت نفسه. يعني دي سمعة. ما شاء الله. هخسر الزبون ليه؟ مش دافع فلوس لازم اخد حقي بس. ممكن قدامنا هنا كده معلش او نشيل دي حتى عشان بس المتابعين معانا يشوفوا. زي ما حضراتكم متابعين معانا متابعينا في اليوم السابع في كل مكان، احنا في شارع البوسطه بمدينه الزقازيق العاصمه الشرقويه، معانا في هذا اللايف العم ابراهيم رماح، ربنا يديله الصحه يا رب، 62 عام وشهرته العم برهومه. اهل الزقازيق بيعرفوه عن قرب وخاصه الشباب والاطفال. يمكن هو الوحيد اللي مازال في مدينه الزقازيق والمحافظه بيصلح الكور البلاستيك اللي بتتعرض للتلف او للقطع، واسعاره يعني ما شاء الله بتكون يعني كويسه جدا. لا قدام منه على طول، قدام منه على طول. انا بحل بابا عمر ابن دارك محل بابا عمر، انا في وشه على طول. ماشي. يمكن عم برهومه الان يعني بيوري حضراتكم معانا طريقه اعاده اصلاح الكره. كلمنا على مواقفك بقى الحلوه مع انت قلت لي قبل اللايف ان حضرتك بتحب مهنتك جدا يا عم برهوم. جدا ومعتز بيها جدا. بعشقها جدا جدا. يعني دي باعتبارها ابن الخامس. ايه؟ ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك عندك اربع اولاد. عندي اربعه الحمد لله، بنتين وولدين وخريج الجامعه كلهم الحمد لله. ان شاء الله. مفيش غير ياسين دوت يعني اخر عجوز كل عجاتي. ربنا يبارك فيهم يا رب. حضرتك علمتهم وربيتهم من عملك في هذه المهنه. طبعا الحمد لله. معتز بيها جدا يا عم برهومه، بتقول لي بتعتبرها ابنك الخامس. ياكل ده طبعا. ذكرياتك الحلوه معاها بقى ايه؟ دي ذكرياتها حلوه وفيها كتير. يعني دي يكفي ان انا يعني من ربنا يعني هداها ليا. ايوه. هداها ليا وكرمني بيها، ويكفي انها هي صرفت على بيتي وعلى عيالي. وبعدين دي احسن حاجه في الدنيا. شكرا ربنا يعني اداني مهنه ما حوجنيش بيها لاي دكتور. الحمد لله. كمان ما شاء الله عليك رياضي، يعني قلت لي انك بتحب تلعب مصارعه. تلعب مصارعه؟ الحمد لله. يا طه. بس ايام بقى ما كان فيه يا طه. بس يعني ايام ما كان فيه يعني
نكست كول يا مرحبا منور الدنيا. خلي بالك من قبل يا طه ولا بشوف ليه عايزاه و يعني احنا مش هنعطل حضرتك كتير عشان زباينك برضه، احنا بس لحد ما حضرتك تخلص معانا. انا خلصت اهو وخلصت الكوره في ثانيه واحده هنفخها واديها لك، بس عشان ما ايه ما طلعش حاجه مش مظبوطه. دي بتاعه زبون هنا يعني منتظره؟ اه دي بتاعه زبون من القمح. من يا لمح؟ ما شاء الله بيجي لحضرتك من يا لمح؟ بيجي من الفيوم. من الفيوم؟ اه وبيجي من البيس، بيجي من بنها، وبيجي من كفر شكر، بيجي من اللهم صل على النبي كفر ابو حماد، بيجي من تل الكبير، بيجي من قصاصين. اه يعني اسماعيليه والفيوم. اسماعيليه. القليوبيه. بالبيس. العاشر. خد يا سينو خد يا سينو. دي حضرتك بقى هتتنفخ هترجع. تتنفخ وتحط لها حته اللي هي ناقصه حته. هيتحط لها حته يعني بدل اللي هي الحته المقطوعه ديت هنركبها لها برضه. وانت هتشوفيها بعد ما تتنفخ. تمام. حد من اولاد حضرتك ربنا يبارك فيهم اتعلم من حضرتك يعني عزيز صنع؟ اه طبعا كان بيجي من الدراسه بيجي يقعد معايا. هو اصغر حد علم؟ لا كبير. كبير علم. اه ده خريج كليه تجاره الحمد لله. ما شاء الله. جاب 92% ودخل تجاره مصري. وعندي بنتي الكبيره هي كده الكوره بعد ما فين المكان؟ المتابعين اللي بيسالوا على المكان في اول شارع البوسطه بمدينه الزقازيق بمحافظه الشرقيه عم برهومه، هو معروف جدا هنا في المكان. ناصف هنا يا سيدي. يعني يا جماعه اللي معاه كوره يعني اتلفت او انخرمت منه اثناء اللعب ما يرميهاش، عم برهومه بيصلحها وبترجع جديده تاني. كانت جايباها بنت النهارده. ايوه. والدها يعني زبوني. وعندي بقى المعلم ياسين ده اخر عنقود بقى بعلمه. ربنا يبارك. وفي مدرسه برضه كل اعدادي. ان شاء الله. الحمد لله صباح الفل يابا. ادي الكوره اهي وهترجع في 10 دقايق باذن الله. لا مبوزه يمين ولا شمال. ما شاء الله تسلم تسلم ايد حضرتك. ما شاء الله. وديت برضه ان شاء الله برضه هنعملها. انا جوه الشارع بس كان في دايس عليها عربيه. ايوه. وديت برضه كان فيها قطع كده بس الاهمال هو اللي بهدلها كده. هو اللي وصلها كده. دي بنحط لها حته من جوه كده وننسج هنا. ايوه. نفس الخيط ده. لان الكره دي على نسيج. ايوه. الياباني الاصليه كانت بتيجي على نسيج حرير. فكان مهما تعملي فيها الكره ترجع زي ما كانت. ايوه. الواحد بيحس بارتياح فيها. انما دي بقى تايلاندي اليومين دول. ايوه. وفي منها صيني. تمام. انما الاصليه الياباني لا يقعد عليها. في كرة برضو هنا مبانش عليها عربية. هات كرة دي دايس عليها عربية. دي كان معمولة قبل كده بس دست عليها عربية برضو تاني سبحان الله. دي من التل الكبير. اسماعيلية. التل الكبير دي برضو ان شاء الله هعملها النهاردة ويجي صاحبها ياخدها بإذن الله. نشكر حضرتك جدا يا عم برهومه ونورتنا حضرتك في اليوم السابع ربنا يخليك. اي حد يعني. ربنا يعزك يا رب. بنشكر كل حضراتكم متابعينا في اليوم السابع، كنا معكم من شارع البوسطه مدينه الزقازيق محافظه الشرقيه. كان معانا في هذا البث عم برهومه الجميل، ناس كلها بتحبه وراجل طيب جدا، ويمكن هو الوحيد اللي ما زال بالمحافظه بيصلح كور البلاستيك اللي بتتعرض للتلف
واسعاره يعني بسيطه جدا، يعني 50 60 جنيه بيرجع الكوره. يعني انت بص بص لعيل صغير جايب له الكوره هتاخد منه ايه؟ يعني جايب كوره كاوتش، كوره كاوتش النهارده يعني اللي مزعلني فيها ان الكوره النهارده كاوتش بتمنها 35 جنيه، النهارده وصلت 80 جنيه. انت بتحاول يعني انت ما تزعلش الاطفال يعني. طب عيل هقول له لا ما بعملهاش، لا بعملها والله، انا ساعات ما باخدش منهم فلوس، بقول له مع السلامه. ربنا يبارك لك يا عم ابراهيم، شكرا جدا لحضرتك، شكرا.